Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Marhaban bikum ayyuha al-mushahidun al-kiram fi qanat al-ustad Nourdine Azam al-ta'limiyya, ustad muhadir wa murafiq sabiq fi khaliyat al-ta'lim wa al-takwin an bu'd bi jamiat al-akhwa Mansouri Qasantina. Kama takallamna fi al-video al-sabiq ala kayfiyat taghyir an-namat fi an-nuskha web. Al-yawm in sha Allah sanatakallam على كيفية تغيير النمط في النسخة بابي يعني النسخة الورقية. تابعوا معنا هذا الفيديو. أولا راح نفتح الأوبال وأذهب إلى ماي ستيل، هذه ديجا شفناها في الفيديو اللي فات كيف كريناها. دونك نفتح هنا نكليك بلا دروات ونقولو كري ان اسباس نسميه My style 2. بعدها نفتح نضغط باليمين كريي يعني تام. دونك كريي اوبال سويفون هنا ماي ستيل 2 نفس الشيء، كل واحد حر واش يسمي هنا. Suivant. On va sélectionner. On va format papier. Donc, format papier, il y a format papier. On va sélectionner. On va valider. OK. C'est très simple. On va faire un edit. On va faire un programme. اوفيس. فوالا هذه هي النسخة بابي. دونك عندنا اول حاجة هنا لو تيتر تاعي. دونك الحاجة الاولى اللي راح نديرها اللي ديما يسقسيو عليها الاساتذة هي نيميروطاسيون. باغ اكزومبل هنا في طابل دو ماتيير يقول ا تيتر 2. دونك انا هذه راح نكليك عليها ندير كونترول ونكليكي بلا سوري هنا ونجي لهذه نقولو هذه هي لا نيميروطاسيون تاعك. سوف كاردي فوالا سوف فوالا اوكي. بعدها نروح للاوبال ماي ستيل 2 تيست اوريجستري. هنا نختار الكور تاعي اللي راح ندير له لو ستيل. Voilà, c'est le cours هذا cours MDF. وهنا نضغط باليمين ونخير له format papy. OK générique. بعد ما نكمل نقول له consulter. راح نفتح النسخة تاعي ونقارنها بالنسخة الأولى خلاص اللي شفناها في الفيديو الأول. فوالا هذه النسخة تاعي اللي درت هاد الكوم وضيفيت عليها هذه الفوتو. هنا طابل ماتيير تلاحظوا خرجت واحد انتروديكسيون. نفتح النسخة تاعي اللي درتها من قبل هذه هي دو فوا. دونك هذه درتها في الفيديو اللي فات تقدروا تشوفوه. دونك تفتح برك وندير لا كومباريزون اونتر هذه اي هذه. دونك هنا هذه النسخة اللي درتها من قبل. فوالا لاحظوا شوفوا هنا يدير ا انتروديكسيون وفي الستيل تاعي الجديد يقول واحد انتروديكسيون. اوكي ايضا هنا في النسخة تاعي هذه نقدر نموديفي هادو. دونك له برك تموديفي تيتر وتموديفي كيما راك تشوف هنا تيتر 4 مثلا تعاود تموديفي هنا تعطي له النيميروطاسيون تاعو كيفاه يبدا. يعني هذه جهة نيميروطاسيون طابل دو ماتيير. ايضا هنا تقدر تموديفي المكان تاعك مثلا المكان تاع هذه النسخة واحد تقدر تموديفي فيه. دونك ديكاليه مثلا تحت لا فوتو هذو يكونوا تحت لا فوتو. فوالا الفوتو تقدر ديرها في الوسط. دونك نديروها في الوسط هكا احسن.
هذا الزوج نديرهم شوية هنا ديكالي فوالا هكا. هذه لا فوتو تاني تقدر تكاليها شوية الفوق يعني تموديف فيها كيما تحب انت. ها نو نو هنا سوفغاردي. دونك دوزيام بوان هي باغ اكزومبل حاب نبدل التيتر هذا تاعي انا. دونك لهنا ستيل تاعو البوليس تاعو يعني التيب تاع التيب هنا وهنايا لا تاي تاعو. واش ندير انا؟ اكليكي هنا على موديفي وقولو موديفي فوالا لا تاي تاع لا بوليس تاعك. دونك مثلا تايم نيوراما تحب تبدلو ثاني ال كولير. دونك لا بوزيسيون هنا نورمال. هنا الكولير تاعك تحب تشونجي الكولير باغ اكزومبل نديرو لو كولير دوتر كولير مثلا الروج تقولو ابليكي اوكي. هنا تلاحظو بلي تغير الكولير تاعو نسوف كاردي. دونك هذه ثاني نقدر نشونجي لها الكولير تاعها. نقدر نشونجي الكتيبة نقدر نموديفي حتى شي حاجة. أيضا هنا التيتر تاع لوتور نقدر نديرو في الوسط. هنا في الوسط فوالا. هنا لا دات نقدر نموديفيهم هادو كامل. كاين البعض تاني يطرحوا علينا سؤال هو هنا مثلا كتبت عندك دارو مارك تخرج لك هادو لي كولير تاعها بالازرق وهادو بالكحل حابين نقلبوهم نفس لا كولير. شوفوا نكليكيو هنا تخرج لي هنا اوردر هادي نكوبيها نكوبيها هاكا اوب كوبيتها ونروح هنا للنسخة تاعي اللي نخدم عليها نحطها نشاشي فوالا جات لي هنايا. ها هو ستيل تاعي نضغط عليها هنا وبعد نجي هنا ندير له اوبسيون. هنا تجي بوليس دونك تايم نورمان بديس اونجلي اكسترا هادو مش عاد موديفيهم. اللي حبي يبدل الستيل تاعي يبدل. دونك لي في نديروها مثلا بالكولير نتاع اللي هو نوار. دونك كولير نوار نوار فوالا تقولو ابليكي وبعدها سوف كاردي. نروح لطراش نشوفو لا ديفيرونس. دونك جينيري باش يعاود لي كالكيل تاوعو. دونك نقولو كونسلتي باش نشوف لا كومباريزون اونتر لي دو فيرسيون. دونك نديرو لا كومباريزون فوالا. هنا عندنا لا رومارك فيها انتروديكسيون لا رومارك ها هي هذه النسخة الأولى. نروح للنسخة تاعنا جديدة فوالا فيها هنا ميكانيك دو في البيت هاي بالأحمر وهنا هاي لا فوتو تاعي في النص نقدر نطلعها شوي الفوق. هنا طاب دو ماتيير دونك مانيش راح نكيسو. نروح مباشرة مباشرة دونك هنا راك تشوف فيها واحد انتروديكسيون ماهيش ا انتروديكسيون. نروحو مباشرة لا رومارك فوالا لا رومارك. شوفوا كيفاه واحد ميكانيك دي فلويد دو. بار كونتر لا فيرسيون الاولى اوريجينال هي شوفوا دونك لا فيرسيون اوريجينال هذه لا فيرسيون الاولى هذه لا فيرسيون اوريجينال. شوفوا لا كولير لهنا راهو بالازرق وهنا لا كولير راهو بالكحل. هذه يعني اشياء اللي نقدر نموديفي فيها. عندي دوتر يعني نقدر نموديفي مثلا هنا مثلا الكتيبة هذه حاب نكبرها شوية مكتوب بالديس وستيل تاعي هذا ثاني حاب نغيره. دونك بالديس واش ندير كي نكليكي هنايا شوفوا هنا نضع نفتح هذا تخرج بلي راهي اوبسيون تكست باراغراف سيليكسيوني هذه اوكي ونجي لا فيرسيون تاعي اللي هي ماي ستيل كولي. دونك
supprimer. هنا نقولو شيرش نتول هو لازم نخرج هنا تكست خاطر كاينين دوتر. شوف كاين بلي كاينين دوتر تكست سامبل لازم نشيرشي على تكست. فوالا تكست هنا في تكست هذا هيخرج لي هذه اوبسيون تكست كليكي عليها بلا دروات نقولو موديفي. دونك هنا برك اللي ما خرجتلوش هذه قادره تكون هكا يكليكي هنا يقول له موديفي لو ستيل هنا يديرها مثلا بالدوز يقول له ابليكي اوكي ومن بعد سوف كاردي ومن بعد يجي هنايا جينيري كي تكمل يقول له كونسلتي راح تفتح نسخة جديدة. نروح نشوف كتابة فوالا كتابة هنا عاد كبيرة هاي بدوز وهكذا وهكذا يعني نقدروا نغيروا أشياء كثيرة من شرح نوضحها هنا الكل نزيدو نديرو كيفاش نديرو فورما بي دي اف. دونك اسباس ماي ستيل بي دي اف من بعد نكليكي عليهم نكليكي نكريي اني تيم دونك اوكي هنا سويفون هنا ماي ستيل بي دي اف ماي ستيل بي دي اف ونقولو سويفون sélectionner, là on crée PDF, format PDF, donc publication PDF, sélectionner, valider, ok. Là on dit plusieurs types, donc la couleur, donc je vais direct dans le texte. نلاحظوا بلي لا فيرسيون بي دي اف تاعي راهي عندي هنا نفتحها نقدر الموديفي تاني في كيما قبيله مثلا في لا تايتل تيبا هنا نكتب مثلا بالدوز لا كولور كيما تفهمنا راح نكوبي هذا الكولور نفتحو جوجل نكولي له الكولير تاعي دونك كولير كيما تشوفوا 000 راهو اللون الاكحل نقدروا نموديفيو فيه دونك على حساب لا كولير اللي نحب انا شوف فوالا دونك لا كولير اللي نحب انا باغ اكزومبل نكتبها بالكولير هذا شوف كل اللي تحب على اكزامبل هاد لا كولور نكوبيه ونجي هنا راح نكوليه هنا هذا الكولور دونك كل هنا نكتب بالدوز لهنا الستيل تاعنا تاع الكتيبه ثاني نفس الشيء تقدر تكوبيه وتشوف الستيل تاعك دونك جوجل اس اس voilà donc la famille de police n'a très le style ça qu'il s'appelle ça voilà chauffe par exemple le hari ça peut copier hein qu'on est là non voilà sauvegarder mais bon je vous bad est-ce qu'on a changé la mettre changé donc j'ai eu non تست سوف كاردي هنا نخيرو الكور تاعنا وهنا نخيرو لابليكاسيون بابي باش نسيليكسيونيو فورما بي دي اف بعد ما يكمل نكليكي على كونسيلتي باش نشوفو الفورما بي دي اف تاعي فوالا هذه الفورما بي دي اف لاحظوا
الديفيرونس بين هذه وهذه. شوف الكتيبة هنا كيف مكتوبة باللون الأزرق اللي اخترته أنا، يعني نقدر نموديفي لا كولير اللي نحب أنا. نفس الشيء بور لي تيتر، دونك نشارشي برك ال H1، دونك هاو ال H1 H1. دونك عندك هنايا الخصائص نتاعو، مثلا لا كولير، لا كولير هنا، وهنايا لا طاي نتاعو، وهنا ستيل تاع الكتيبه، وهنا بلي راهو غران، وهنا لي مارج تاعو من تحت من فوق، هادو يعني دروات و اغوش، هادو لي طاي نتاعو دروات غوش. دونك انت تتحكم فيهم كيما تحب، يعني راك بار اكزومبل لا كولير، دونك جيست تحط في جوجل لا كولير اللي تحبها انت، يعطيك لا كولير هذه. مثلا حاب ديرو بالاحمر، تكوبي هاد لا كولير وتكوليها هنا هنايا تفكارتي، هنايا لا طاي تقدر تطلع وتنقص، هنا ستيل تاعك، هنا ديرو جران، وهكذا. يعني نفس لي زيتاب راح نديروهم بارابور ل H2. H2 سي لي تيتر تاوي دوزيام. فوالا، شوف تقدر تبدل لا كولير اللي تحب انت، كوبي كولي هنا. اوكي، نفس الشيء يعني راح نخدموه ليزيتاب الاخرين كامل. دونك نسوفغاردي، نعاود نجينيري لا فورما تاعي. ممكن في الفيديوهات القادمه ان شاء الله قادر نطرق البي دي اف، كيفاش نديروه بي دي اف بالنسبه للنسخه العربيه، يعني هذه ما كانش من قبل واحد ما دارها، دونك اذا كان قدرت راني نديرها. دونك تلاحظوا لي كولير كيف مبدلين، طاب دو ماتيير. نتمنى انه اعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول، وحطوا لنا ارائكم وملاحظاتكم في لي كومونتير في اليوتيوب، ماشي في الفيسبوك، في اليوتيوب، هكا باش يعني يكون تفاعل على الفيديو هذا ويوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. وإلى اللقاء في الفيديو القادم.